والله ده الشعب افتقر والمهنة لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر احسن. اهرابي اهرابي، بتسرق بين العصاية المرصعة بالزلط الكريم؟ على فكرة يا حاج انا هسيبك علشان عامل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد دول شعرتين بيض يا دوحة؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنة وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وانت لا ما رضنيش انت تزعل الهجمين. انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصايه. اهي ادي العصايه. ايه تعال. حرامي حرامي. واسم الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ان ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلالة العيلة المالكة، بس للأسف بعد ما أمموا نصيبنا في الأراضي ومحلج القطن وقناة السويس. قناة السويس؟ هم أمنوها؟ أمنوها؟ يا نهار أسود، ده أنا ليا فيها فلوكة. فلوكة إيه؟ المهم الزمن دار بينا من أب الجد لغاية ما بقيت زي ما أنت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لأن بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاده جدي، يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه، انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. ايه ده؟ والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده، انا هساعدك يا ضبه، ده انت نويت ان انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا ضبه، وليك عندي شغلانه. حاجه بقى ايه يعني؟ شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني. الفاشل الفاشل هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. سمعت خلاص. حرامي يا ناس. خلاص عرفت ان انا حرامي. هادي بقى. لا 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 لا، ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض. عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. وانا بقول لك اهو. يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي. انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل، بن فضلك اصل حرامي سمفاتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكه نرن وعلقه قبل ما نسلمه لبويس. ما حدش يقول لي حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى ما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي؟ مسكت حرامي؟ مسكت حرامي؟ فين الحرامي؟ فين الحرامي؟ مسكت حرامي؟ ايوه جد. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جد هنا. فين؟ ها؟ ايه ده؟ كده الفطاسه الحرامي. حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكه الحرامي ويلا قوموا قوموا قوموا، حرام عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش مش هيفلش. قوموا 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 قوموا، حرام عليكم. ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟
اوه يا حرامي، كنا جبت سيرتي في حاجه. انا بسجل لك انا بكره احبسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك، الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت حفيدي عادل سعيد الحيوان؟ حرام عليك حرام عليك، يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. وبين الحيوان اللي مسكه؟ انا يا جدو انا اللي مسكته لوحدي، وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، اللي مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت يا حرامي حرامي. يا جدو عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن هيلقنوه دانسن. قوم معايا قوم معايا يا عيني يا حرامي. قوم تعالى لو وتلقنوه درس ليه وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنه درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يلا يا حرامي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون. جيفارا مات اخر خبر في راديوهات. يلا يا حرامي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى تعالى حرامي تراها وهبهدله هبهدله. مانديلا؟ طيب محدش معاه تليفون مانديلا. وانت جاي تنف جاي تنف جاي تحاسب مانديلا حاسب معايش مانديلا. تعالى نف نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو زوربا السوداني اي حاجه يا اخوان. يلا حرامي يلا حرامي كويس تعرف سكناه. خش يا حرامي خش يا حرامي كده خزلتني خزلتني كده يا حرامي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط، ده سناء دي ايديها تقيله قوي. سناء دي بقى انا هتقف بينها، البنت دي على طول بتبوظ كل خططي بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي قاعد بقى قاعد بتفرج على التلفزيون بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا يا ناصح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل، والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم كده طعم؟ وانت هتاكله التلفزيون ده؟ ولا وانت هتطلبت معايا انا حرامي وهتطلبت معايا وحرامي ولا؟ بص انا هغير الخطه. انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحراميه قد؟ ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول انا عندي راي في الموضوع ده، احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته يا دوله. نفسك تشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي، ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك اتكل على الله. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى اهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعالي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان، وبعدين هنا هو امريكا وهنا عند المطبخ وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالثلاجه، مش تقعد تفتح الثلاجه وتقعد تاكل بينها. بقى انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك برافو عليك، انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه كبسه ايه يا عم؟ كبسه ايه؟ كبسه من مدرس انت بتذنب. تعالى تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ الله والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب الحرامية؟ موت انا بحبهم وهم كمان بيحبوني، ده انا اتسرقت قبل كده مرتين بيعشقوني الحرامية دي. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحرامية؟
لا 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 خلاص لا يا عبا ما تعملش دوشة خلاص بلاش مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له بس هو حد يسندك برضو يا فاشل اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ خلاص وهجربه بقى وخلاص وانت تطبل يعني ما تقلقش خالص. تعالوا معايا بقى عشان هغير غيرت الخطة. طب وهو ما حضرش الخطة الأولانية ويعني لو حضر التانية هيفهم ده غبي غبي بقول لك يعني غبي. أمال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص مش كل خطة بيبقى فيها نسبة فشل وهو ده نسبة الفشل بتاعت الخطة دي يا فاشل. يا رب افشل يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو تاخده. نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم اهل البتاع دي افرض خلصت وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللي يابا بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي انا الطريق مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صحي اشرب بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صحي دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص انا هبقى اشرب في وقت تاني. اسكت انت بقى يا خيالات دي. قول انت نايمة ها؟ الطريق امان يا رستم. الخطة نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا الخطة نجحت. يلا بينا. يا رجل استنى يا رستم استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني واحنا هنشتريه؟ يا عم اسمعني يا رستم، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناة ولا حاجة، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع والسلالم عالية يا عم عشان انا مش عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود وطي راسي شويه. انت صوتك بتفضحنا. هو الراديو اعلى من صوتي. غير المحطه. ايه ده سمعتنا ازاي دي؟ يلا بينا. انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما بس حرامي سمباتيك ورقه تاني. هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ اه. ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقول لك يا كبير ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا هفرجك دلوقتي على محل الفكهاني اللي هيفتح. انت مشمش؟ اه انا مشمش. اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ده مش محقون هرمونات ولا ايه؟ دول ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. بلاش حاجه خالص. يا سلام عليكم. تعالى خفيف منك. لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي؟ حضرتك بص مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا انتوا تضربوا الاول وبعد كده تتاسفوا. بص حضرتك احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قالتلناش على الاسامي دي خالص حضرتك. يا مين دي؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده. تعالى لي انت يا حلو. ليه؟
ابتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال ابتدي بيك انت الاول؟ بس اسمع يا دولة، الحقني يا دولة. حضرتك هو ده السبب، حضرتك هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عكستوا اختي، وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين من استحاله يعكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل يا حضرتك؟ ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي اللي ايدك دي هو اللي كان بيجوعني او عايز يقطع عيشي يا فندم، ولا هو اللي قال لي تعالى؟ لا 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 حضرتك اقطع عيشي وبعد اذنك، بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيش ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كدب كدب. لا 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 اسكت، انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا، وبعد كده نخلص على بعض. هنروح المخزن للشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن شقلط. معلش بس حضرتك استنى استنى استنى. اي 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 ايه مو عليك عليكم معلم تيتي. معلم تيتي تاخد مين على المخزن يا تاخد ايه تاخدنا على المخزن؟ ده انا ممكن اخدك بقى عندنا في البازار، احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه وممكن اكسرك زي التماثيل، وبعدين اقوم لحمك، وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا ما ورناش رجاله ولا ايه؟ في يا رمز، في يا جدعان. بقى يا معلم تيتي، اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بتحط فيه الفاكهه يا دول؟ كده غلط على الزلط يا معلم تيتي، وانا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا ماشي، مش انت طرحت امتى في ايه؟ العرجوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي، وانا مش هسيبهم، وبتمانس على الرجاله بتاعتي. بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب، يعني يا معلم تيتي ان الفروت سلطه ده حضرتك يعني عارف عكس اختي. الكلام ده حصل يا مشمش؟ ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مشمش؟ لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت اعتذر له. حقك عليا يا كابتن. ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك، وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان، بس يا حيوان يا دول، علشان يتعلموا الادب بقى، وبعدين انا اللي هضربهم، وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم تيتي. انا اتكلمت، انا اتكلمت. وحس ربما بقى الاعتذار مرفوض، يبقى كلكم مع بعضيكوا اصطفلوا مع بعض، وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة، قبل الرهانات وقبل أي حاجة، حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده، يعني عيب، إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة، بس إحنا مش جاهزين دلوقتي، أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن، مش كده يا رمزي؟ هنعمل إيه يا؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ بعد إذنك، بعد إذنك، سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مشمش، يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك، ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله، ويكون المعلم مش استوى وطلب الاكل. خلاص عرفت، ما تيجي نجري احسن يا دولة. لا نجري ايه، ما فيش وقت للجهد، احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ ايه هنتدرب في الجيم. يلا شيل الوزن اخرع. كفايه يا كابتن مش قادر. محدش يقول لي كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنه ما عرفش يشيل الوزن ده. جبت اخري يا كابتن. قوم قوم اتفضل، جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. محدش يقول لي جبت اخري. الحق دولة، ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقه هنيجي نتدرب في... هنتضرب في التدريب. يلا بينا. محدش يتحرك في الهنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك، حضرتك احنا هنبقى هنتكل على الله بقى، يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. محدش يقول هنتدرب هنا إيه اللي حدد. طيب يا كابتن معصعص، يعني احنا هنتدرب امتى؟ معصعص بدلعني بدلعني. لا ما يقصدش حضرتك، حضرتك ما يقصدش ان هو يدل حضرتك، دي زلفة لسان. هو يقصد يعني يسألك احنا هنتدرب امتى بقى؟ انا اللي حدد، محدش يحدد. حاضر حاضر. انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمة الذهبية في اولمبياد بانا. محدش يقول امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب هو يا ابني كده امتى؟ مش الاول يحصل انترفيو وبعدين تعملوا الابلكاشه؟ حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولة. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس يا معلم،
انت كويس هلا ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج؟ طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت يعني كنت بتدرب جمباز، قعدت لعبت جمباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلا، بس مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا؟ انا اللي شلت المرتبة من تحتيه حضرتك. ايوه دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني هلا. وخد بالك من السؤال الثاني عشان الحويس. ماشي حاضر حاضر حاضر. ما هي دوافع التدريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك، وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين، فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك يعني. دوافع لا باس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا هخلي الخصم يقعد يضرب فيا يضرب فيا لغايه ما يتعب، وبعد كده اقوم انا داخل منول ومنول ومنول وجايبه على الارض. محدش يحدد الخطة دي استراتيجيتي انا، محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولا ده حاوي. استنى 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 هيطلع نار من بقه. اصبر اتقل ادافع. قال انا توافع تدريبي ان انا اتشغل عنده يعني، وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. دوافع لا بأس بيها، دوافع لا بأس بيها. ربنا يخليك يا كابتن معصعص. السؤال التالي وهو صعب قوي، هو خارج الاسئله اللي انا كنت حاططها في الابلكيشن. مين اللي كان بيلاقي اختك هلا؟ حضرتك مشمش ماجنس ولمونة حرنكش. مين هلا؟ كشكش فسفس ولمونة مصمص. مين هلا؟ فسفس حسحس ولمونة حرنكش. دي بقت معركتي هلا هلا. انتوا الاتنين على مشمش وانا سيبني على الكابتن أملا.